يسعد اوقاتكم احبائي، ويا اهلا وسهلا فيكم. اليوم جبت لكم عده طرق لتخزين الليمون دون الحاجه لفريزر او براد، وليدول عندكم لفتره طويله. فاذا عندكم كميه من الليمون وخاصه هلا موسمه، فراح نمسح هالليمون مثل ما شايفين بواسطه ماشيه نظيفه، ما بنستخدم المي حتى ما يحتفظ باي رطوبه اثناء التخزين. ولازم نختار حبات الليمون اللي بتكون سليمة، ما يكون فيها أي خدوش حتى ما تخرب أثناء التخزين. وهلأ راح نشوف الطرق اللي بدنا نخزن فيها. أول طريقة عندي بواسطة نايلون ستريتش، راح أمده بهالشكل هاد، وراح أوضع عليه الحبات، عدة حبات من الليمون، الكمية اللي حسب عرضه للنايلون عندي. حطيت انا عدة حبات من الليمون وراح الفهم عدة لفات مثل ما شايفين بهالشكل هاد، بلفه للنايلون عليهم. وهيك هلا بقطع القسم اللي بدي اياه، ومثل ما شايفينك ببرمون، ببرم كل ليمونة بهالشكل هاد بحيث انه تتغلف بشكل كتير منيح بواسطة هالنايلون هاد بشكل كتير منيح. هيك انا بدي اياها انه تنعزل عن الوسط الخارجي، يعني ما يعود يجيها اي رطوبة او تتأثر فيه. هلا بالنسبة للطريقة الثانية بواسطة الورق، عندك ورق او ورق زبدة او ورق عادي، بتلفي هيك الليمونة على حدة، يعني هيك بهالشكل هاد. هذا كمان الورق بيساعد انه يمنع الرطوبة عنه ويخليه لفترة طويلة. هيك انا يعني باخد هالقسم هاد. هلا انا هون عدة طرق هدول عم بينهم، يعني فينك تختاري الطريقة اللي بتناسبك او شو موجود عندك بتختاري. هلا الطريقة الثالثة بواسطة ورق القصدير، قطعتهم لقطع، وبحط كمان الليمونة بداخلها وبغلفها بشكل كتير منيح. كمان هي بتساعد انه تساوي عازل للليمون عن اي رطوبة بدها تجي من الخارج، وهو يعني وقت اللي بتمنع الرطوبة عنه او حرارة فبيضل عنا لفترة طويلة. هاي عملت هيك قسم، انا عملت يعني كميات قليلة بس مشان افرجيكم الطرق. فهلأ بعد ما عملت هالطرق الثلاثة صاروا عندي جاهزين. بكل طريقة كل نوع بحطه بعلبة مثل ما شايفين هيك، وبغلقها هيك بيحفظه بشكل كويس وبشكل مرتب. هلأ هدول حطيت النايلون، حطيت اللي عملته بالقصدير، وهلأ هدول الورق كمان بحطهم بعلبة بهالشكل هاد. هلأ هيك هدول الطرق صاروا عندي هلك هل الطرق الثلاثة اللي عملتهم جاهزين. ممكن هدول يخليهم إذا كان الجو بارد خارج البراد، وإذا الجو حار بدخله بقلب البراد بيضلوا عندي لفترة طويلة. وهي عندها هي الطريقة اللي لا غنى عنها، هي عصرت الليمون وصفيته وحطيته بأكياس التلج، وهذا بنحطه بالفريزر قيمت ما بنحب نطالع منه. هي الطريقة كمان طبعا ناجحة كتير ولا غنى عنها. فهدول الطرق اللي صاروا عندي بجد طرق كتير مجربة مضمونة. بضل عندك الليمون وقت اللي بدك بتاخدك الحبة بحبتها، وبتستخدميها لأي نوع من الطبخ أو السلطات أو استخدامات الأخرى. فإذا عجبكم هالفيديو ياريت تحطونا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة، وشكرا لحسن المتابعة.